شكرا جزيلا. أنا يمكن أتداخل في وقت ثاني، الحين عندي استفسار. يعني ما بدأ به النائب فلاح وما انتهى به المحامي حسن إسماعيل، المادة 15 من الدستور، أعتقد هذه نقطة ارتكاز في الموضوع. فأنا أبغي يعني هذه المسألة لو شوي تخضع إلى نقاش، هذا هل يضع القانون في شبهة دستورية أم لا؟ هل التحرك انطلاقا من دي المادة أول بأول لتناول مسألة قيمة المضافة يعني متاح الآن في ظل الظروف الحالية للبرلمان، وفي أنه إنه القانون توه أقر؟ يعني أرجو من الرفيقين يعني رؤية في هذه المسألة. شكرا. سيد جعفر بس النقطة الثانية شنو؟ خلنا نناقش بس. إذا تبغى أقر هل تجوز العودة إلى في شو؟ فضل سيد جعفر. يعني نقدر نقول الضريبة على الفقراء وحماية التجار، يعني هاي اللي ناقصهم الفقراء، يعني اللي راتبه 200 دينار ولا ما يشتغل، يعني مصيبة يعني هذه. ثاني شيء عندنا مجلس الشعب، يعني حتى لو كان في قوانين سابقة، يعني مجلس الشعب لما ينقض القانون هذا، إذا هو في ديمقراطية وفي شو اسمه وفي تشريع، يعني بس اللي أشوف أنا يعني بهالسالفة هذه إن المجلس فاقد للتشريع، يعني لأن بعد في مجلس ثاني ينقض هذا اللي اسمه المجلس الشعب، يعني شلون هذا المجلس الشورى يصير له صفة التشريع؟ يعني هم قالوا مجلس الشورى للاستشارة مو للتشريع، حين صار للتشريع. يعني بعد شلون طلعنا بعد هذا؟ وفي بعد لازم اقول لك القيمه المضافه، لازم اقول لك القيمه المضافه. انا اقصد لك ان مجلس الشعب هو الاساس، هو اللي يشرع القوانين، واذا المجلس السابق يعني في جرح الظلام مشوه وقعوا عليه، فعلى المجلس الشعب الحالي انه ينقض هذا القانون ويرفضه. يعني بس هاي اللي بغيت اوصل لها. مشكورين. بس عندي أنا ملاحظة بسيطة، يعني الكلام اللي أنا حن سمعته والكلام اللي قرأناه في الصحف إن ما في كلام ثاني بعد، إن خلاص ذي انقر وتنفذ. يعني ما أعتقد إذا شيء تنفذ وصدقوا عليه ما أعتقد يلغي، لأن هذا الكلام اللي قرأناه واللي سمعناه خلاص. يعني بس أنا عندي اقتراح ثاني، يعني اللي سمعته من سمعناه من سنين مو من الحين، أتأكد هذه مدام هم خذوا هذه على الشعب وفرضوه على الشعب. أنا ما أدري، حب أستفسر، البترول ما كان يدخل في ميزانية الحكومة، هل ما زال ما يدخل أو يتحول من فوق لفوق؟ إذا هذه موجود وما دخلت في ميزانية الحكومة، خلي الشعب يستفيد منه، هاي فرصة بعد. هذه اللي أتمنى. مشكورين. أنا أشوف يعني بالنسبة للقانون أنه مشى بسرعة، لأن الطرف اللي قدمه شاف أنه ما في أحد أمامه، بس ما تقول لاعب رايح يسجل هدف ما في دفاع، عملية بيسجل الهدف بكل سهولة يعني، وهذا اللي صار يعني. وردي على الرفيق فلاح أنه يقول مثلا في سابقة كان مثلا التأجيل اللي هي مال هاي سوق العمل، لأن هنا كان في كيان يدافع عن مصالحهم تجار، يعني ما سكتوا، في حين ان احنا يعني الحراك المجتمعي ما كان موجود، قانون طلع نفذ لانه ما كان فيه له صد.
من مثلا حتى من المحامين الأخ حسن إسماعيل يقول يعني في شبهات قانونية و و و و صراحة كانت كلها على الواتساب، يعني المحامين كلها طلعوا في الواتساب، ما راحوا مثلا قدموا شيء مثلا قانوني للمحكمة مثلا إنه والله في كيد كيد كيد، هذا إحنا نفتقده. الجهة الثانية الاتحادين العمانيين دلين وينهم عن هالموضوع؟ جمعية الحكمة للمتقاعدين وينهم عن هالقانون هذا؟ فلأن ما كان في حراك، فالطرف الآخر سواء كان طرف الحكومي طبيعي إنه يمشي أجندته يعني، وهذا اللي صار مع الأسف يعني. ولا يصير اللوم بس كله على النواب، النواب كله يعني بيت الشعب بيت الشعب، لا هي عملية مجتمعية، بس مع الأسف ما صار، لا المحامين اشتغلوا ولا الجهات العمالية اشتغلت ولا الجمعيات اللي لها علاقة بالمتقاعدين اشتغلت. فلهذا مو بس على القانون القيمة المضافة، قانون يعني النسبة يمكن تزيد بعد في أشياء يعني أخص جاية الحين، فشنو العمل؟ هني السؤال. شكرا. ما كان حسن إن في محامي رفع دعوة، في أحد عنده مداخلة أو تساؤل قبل ما نقفل الباب ونعطي مهنة حسين مهنة؟ شكرا للمنتديين. أنا طبعا انطلاقا من مفهوم القيمة المضافة، بس حبيت يعني أثني وبالفعل أؤكد على ما ذكره المحامي حسن إسماعيل إلى القيمة السياسية من العمل البرلماني، وهذا طبعا اللي خلى المنبر أنه بالفعل يعمل كل ما بإمكانه أنه يتواجد في هذا المكان في البرلمان. يعني القيمة السياسية بما معناها أن أنت توصل مفاهيم قد تكون غير واضحة حق الناس، وهذا أهم شيء يمكن استثمر في موضوع القيمة المضافة. أنا قصدي من قبل الناس اللي قلبهم على الشعب، اللي قلبهم على حريصين على أنهم بالفعل يوضحون هالأمور دي كلها. طبعا يمكن من الصعب الحين تغيير قانون نفذ، ولكن هني دور الجمعيات السياسية مثل المنبر في أنه يتوصل حق الناس أهمية هالآليات هذه وتوعيهم سياسيا. فهني القيمة السياسية هي بالفعل اللي هي طبعا تحتاج إلى نفس طويل ومن جمعيات يعني سياسية عريقة تدرك معنى العمل البرلماني. وشكرا. رح نعطي الرفاق الرد على التساؤلات وعلى المداخلات والأسئلة، وبعدها راح نختم لأن ما في أحد بعد يتوجه على أساس أنه يبغي مداخلة أو سؤال. تفضل. هي رفيقنا أبو مجيد، بالفعل يعني إحنا متى نقدر نروح المحكمة الدستورية؟ إذا وجدنا في نص في قانون أو القانون كله أو في قرار وزاري مخالف لأي نص في الدستور، تلجأ إلى المحكمة الدستورية. البرلمان يقدر، المجلس النواب يقدر يلجأ إلى المحكمة الدستورية. الأساس النص المادة 15 أساس الضرائب هو العدالة الاجتماعية، مفهوم طبعا واسع ومتعدد. لابد تكون هناك دراسة للقانون لبيان النصوص والدخول وإعفاء. هم يمكن يقولون إن في بدائل لا يمكن في الضريبة المضافة أن تكون في إعفاء، لأن صعب هذه تطبيقها. ممكن تكون في وسائل بديلة وهو دعم أصحاب الدخول صغيرة، مثل زيادة علاوة الغلاء لأصحاب الدخول أو استخدام البطاقة التموينية. لكن الأساس إذا وجدنا قانونيين واقتصاديين في أي مادة من مواد هذا القانون نص يخالف المادة 15 تقدر تلجأ إلى له. لكن أنا ما حبذ الآن اللجوء أن يستخدم هذه الوسيلة مجلس النواب
أو يستخدمها هذه صديقنا المحامي اللي رفع القضية، لابد من استنفاذ جميع الوسائل، لأن صدور حكم في أي قضية يعتبر حجة على الكافة، حجة على الكافة بما في مجلس النواب. لكن هذا لا يعني، هذا جرنا الحديث إلى أن مجلس النواب ممكن يسوي شيء أو لا، ممكن إذا وجدت الإرادة السياسية. يعني ما نريد احنا حين من أعضاء مجلس النواب أن يتنافسون في تقديم واحد. الآن أشوف في لجنة تحقيق بالنسبة للبطالة والهذه لجأ أولي، فإحنا ما نريد المسؤولية الضامنية ما بين مجلس النواب، لابد تكون في إرادة مشتركة. يعني بمعنى آخر، الأخت العضوة زينب عبد الأمير تقدمت باقتراح بتعديل قانون الضريبة أو بصدد تقديمه من أجل توسعة الاستثناءات ومن أجل البطاقة التموينية ومن أجل إعفاء الدخول أصحاب الدخول الصغيرة منها، وهذه خطوة زينة. لكن ليش نائبة؟ طالما أن القانون يبيح لي أن يكونون خمسة، وطبعا إقراره ومناقشته بيكون معروض على المجلس كله، بالتالي محتاجين، ما نريد المسألة أن تكون فيها تنافس في أسبقية، من يقدم اقتراح برغبة، من يقدم سؤال، من يقدم لجنة تحقيق، لا، لابد تكون في إرادة داخل مجلس النواب، تكون إرادة مشتركة ممكن أن يفعل شيء. يعني كوسيلة ضغط، يعني تجربة التأمينات الاجتماعية، قانون التأمينات تجربة ماثلة، ما صار لها فترة طويلة، على الأقل قدروا يوقفون إصدار هذا القانون. مجلس النواب نتيجة لهذا الضغط الشعبي الموجود رفض القانون وأحيل إلى مجلس النواب، ليس مجلس أحيل إلى مجلس الشورى، ليس مجلس الشورى هو الذي يقرر ويفصل نهائيا في القانون. لا، إذا وجدت الإرادة داخل مجلس النواب برفض القانون أو تعديل القانون أو إلغائه حتى، ممكن، ما في أي إشكالية، وتستخدم جميع الوسائل. لكن في نقطة أساسية أيضا، هذه جرنا الحديث إلى قرار هيئة الكهرباء والماء. القرار هو حد أدنى، هو أداة أدنى من القانون، فيتعين أن لا يخالف القانون، والقانون يتعين أن لا يخالف، احنا نسميه مبدأ المشروعية، لا يخالف الدستور. فما كنت أحبذ اللجوء للمحكمة الإدارية الآن، إلا بعد أن احنا حين أمامنا اقتراح برغبة بوقف هذه، لكن هذا شيء جزئي، جزئي يتعلق بس فقط بتوريدات الكهرباء والماء، لكن هناك أمور أخرى في القانون محتاجة إلى دراستها. الحراك الشعبي عبد علي، وهذه يعني أنا قلت مثال على الاقتراح برغبة، حينما يكون محل المناقشة العامة يمكن يكون لدور فاعل ومؤثر على الرأي العام. السؤال، وين الرأي العام الآن؟ وين الحراك الشعبي؟ هذا واجهتني هاي الأسئلة في ندوتين. وأنت كما تعلم أخوي عبد علي، الحراك الشعبي ما نقول معدوم، ولكنه مقيد. أنت تعرف الأحداث التي خلفتها، التداعيات التي خلفتها أحداث 2011، يعني لم، يعني كنا احنا نطلع مسيرات والشرطة تنظمها، الآن طبعا بموجب طلب، طلب لمركز الشرطة وما في أي إشكالية الحصول عليها، ما في أي قيد. الآن حتى لو تقدم المنبر مثلا بهذا الطلب مثل ما يدعو، فهذا الطلب بيكون تحت اشتراطات معينة أيضا. شلون أنت تقدر تضبط هذا الحراك؟ أنت شلون تقدر تضبط هذا الحراك بحيث أنه ما يؤدي إليك؟ فأنت لازم تدرك هذا الأمر،
ولكن لن نعدم الوسائل المتاحة من أجل الضغط الشعبي. تلفوني يمكن صح. بغيت أقول شيء مهم، يعني إحنا نخشى ما نخشى وإحنا نتحدث عن مجلس النواب ودوره. اليوم في خبر في الأيام، أكد مصدر نيابي إن اجتماعا جمع ممثلي السلطة التنفيذية باللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة بمقر المجلس، وقدم خلاله ممثل الحكومة تطمينات للنواب بعدم وجود توجه للمساس بمكتسبات المواطنين من خلال العمل على تطبيق برنامج التوازن المالي. وأذكر المصدر إن الحكومة تتطلع إلى تغطية العجز في الميزانية عبر القروض الميسرة التي يمكن الاستفادة منها من خلال برنامج الدعم الخليجي. يعني شعب البحرين كافي يعني قروض بعد زيادة عشان يصير في توازن مالي، يعني بيفسحوا المجال القروض ميسرة حق الناس. لا، هذا مو حل. يعني شكرا. نخشى ما نخشى ان يوافقون على برنامج الحكومه مجلس النواب برنامج من النقطه الارهاب. من النقطه الاخيره هو التصريح، هذا اعتقد في تصريح اخر يقول ان الحكومه محتاجه الى اضافه للعشرة مليار دولار من دينار من دول المعطي اللي متعهدة بالدول الخليجية ستعمل على الحكومة على 10 مليار. وطبعا ما في هناك مؤشر آخر غير الضرائب، لا يمكن، ما في يعني خطة عمل الحكومة اللي قدمت لا يوجد فيها أي خطة أو أي سطر يقول من وين رايحين يجيبون هذا. هل يعني أي هل هناك استثمارات إنتاج حقيقية راح تدخل لنا هاي المبالغ؟ ما في، بل بالعكس هناك في بعض المؤشرات إنه رايح يعني يعاد تقديم بعض المشاريع اللي سبق وان سقطت، ويمكن بالذات موضوع التقاعد. موضوع التقاعد مثل ما أشار رفيق حسن إنه قدم وطلب من المجلس السابق في خلال 15 يوم إقراره نتيجة إلى رفض المجتمع إلى، وحقيقة تجاوب عدد كبير من المجتمع. وأعتقد كان دور إلينا إحنا في المنبر طليعي في هذا الحراك، أدى إلى تأجيل يعني عدم إقراره. واللي صار بالنسبة إلى القانون هذا طبعا لم يحدث. بالنسبة إلى وضع المجتمع المدني، أعتقد مثل ما أشار بالفعل هناك وضع أن المجتمع المدني مقيد وظروفه نعرف شلون فكك يعني هذا المجتمع المدني. لأن أنا بغيت أقول بعد أيضا بالنسبة لموضوع مثل ما أشار رفيق حسن إلى موضوع المناقشة العامة، للأمانة كان هناك اتجاه في داخل مجلس النواب إلى وضع الموضوع لمناقشة عامة، وما استخدام الوزير وتهديده باستخدام حقه كوزير في طلب التأجيل إلا هو نوع من الخشية من تحول هذا الموضوع إلى مناقشة عامة. الوزير الحقيقة هدد ثم سحب كلامه لما طلب، هل أنه طلب جسمه؟ قال لا، أنا لم أطلب، وإنما هو كان يهدد بأن سأسحب، لأن إذا طلب مناقشة يعني حقه أسبوع، يعني ما بمعنى إحنا كنا تاريخ 25 يعني سيأتي تاريخ 1 ويطبق قبل ما في هذه فترة الأسبوع. هو لم يطلب هذا إلا أنه هو بتهديده هذا بالفعل أستطيع أن أقول ضيق على المجلس أن يأخذ مجاله في المناقشة العامة إلى هذا القانون، إلى هذا المقترح. هذا واحد. اثنين، طبعا إحنا شفنا وهو النقطة الأساسية اللي أنا أعتقد أن كانت رسالة واضحة ليس فقط من المجلس. المجلس هذا جاء بعد انتخابات عامة، الانتخابات العامة هذه رفضت 90% من أعضاء المجلس اللي أقر القانون.
يعني ما بمعنى إذا هذا المجلس هذا القرار بهذا الموقف كان معنى أن هناك رفض شعبي لما أقره القانون ما لما أقر سابقا إلى من أقر سابقا وهو النواب السابقين 37 نائب من النواب 40 أما أن لم يرشح نفسه أم لم يفوز. يعني هذا ما بمعنى أن هناك رفض شعبي إلى ما أقر ما من أقر هذا القانون. هذا تجلى بأن هذا المخرجات الانتخابات جاءت بتوافق جميع أعضاء المجلس برفض هذا أو على الأقل طلب تأجيله. ما أدى إلى في يعني أن هناك في بالفعل هناك قوة لا ترغب في هذا الموقف. ولذلك يعمل على تفتيت وحدة هذا المجلس على إثارة بعض القضايا الجانبية لإثارة للحل دون أن يكون هناك موقف في داخل المجلس من هذه مثل هذه القضايا. هذا شيء أعتقد واضح من خلال الجلسات اللي تابعت هذه الجلسة. هذه نقطة بالنسبة إلى أعتقد يعني مشاريع القوانين المقدمة في الوقت الحالي يعني هناك بحقيقة اجتهادات من بعض النواب إلى تقديم بعض المقترحات اللي أنا أعتقد بالفعل تخص في الهم الاجتماعي الموجود. لأن إحنا لا ننسى بعد يعني إن هناك آلية صراحة يعني نكون وإحنا يمكن شخصناها حتى قبل ما ندخل الانتخابات هناك بالفعل آلية عمل في داخل البرلمان جدا يعني مثل ما نقول إحنا طويلة ضيق عليك في العمل العمل النيابي أو العمل البرلماني. يعني إحنا الحين كمثال بس هذا 6 شهور إلى أن تأتي لنا الحكومة وتعطينا رأي وبعدين بعد خد إحنا عندنا قوانين القوانين اللي استلمناها من ضمن القوانين اللي ناقشناها هذه المرة في اللجنة التشريعية قانون إنشاء هيئة مستقلة للشفافية. هذا القانون مقدم من 2007 لاحظ يعني من 2007 إلى الحين القانون لا زال 3 مجالس يمر فيهم. هناك آلية بالفعل معقدة هناك آلية طويلة معيقة للعمل البرلماني هذا الشيء ما يعني ما ننكره هذا الشيء موجود إلا أن بعد هذه تحديات العمل محتاجين أن احنا نعالجها بأفضل السبل. يعني الإيرادات النفطية في الميزانية تدخل يعني بس مدى دقتها أعتقد في بعض تقارير الرقابة المالية تشير أنها غير دقيقة على الأقل بس هي بند أساسي من ميزانية إيرادات النفط. يعني بس مدى دقتها مدى تلاعب في هذه الإيرادات هناك في كثير من وعدد من تقارير الرقابة المالية تشير أن في بعض المفاصل في هذه يعني بدون دخول في تفاصيلها يتم التلاعب فيها. يعني هذا بالذات أعتقد كيف شو اسمه خلاص ما أدري شكرا. قال يدخل في ميزانية الحكومة البترول يدخل في ميزانية الحكومة البترول السؤال أساسي في الميزانية هو إيرادات النفط. أخوي بس بس هل السؤال أيضا سؤالك مفترض يكون وهل يشمل كل حقول النفط؟ هذا هو المهم. المهم الآخر احنا هاي طبعا في الميزانية العامة قانون الميزانية العامة سيعرض على المجلس وبين مقدار الإيرادات. احنا الآن أمام برنامج عمل الثلاثة الجاية بتناقشونه اخوي. البرنامج خطاب جلالة الملك أمام في أول افتتاح أشار إلى الاكتشافات الجديدة الصخرية أشار في خطابه وكنا احنا نتطلع أن يكون هاي على موضوع البترول نتطلع أن يطرح هذا في برنامج عمل الحكومة شنه بيسوي في هذه الاكتشافات وهذا غير موجود في برنامج عمل الحكومة. وأمل من أعضاء مجلس النواب أن يثيرون هذه النقطة. شكرا جزيلا. في الختام نشكركم. في مقولة قالوها الرفيقين
المجتمع المدني مقيد، الحراك المجتمعي مقيد وفقاً لما تبع أحداث 2011. أتمنى ما تكون هاي المقولة شماعة يعني نلقى عليها خفاقاتنا أو تخاذل البعض، يعني هاي مو صحيح. المجتمع المدني غير مقيد، تبغون تشتغلون اشتغلوا، تبغون تطرحون اطرحوا، الساحة موجودة. شكرا لكم جميعا، شكرا على حضوركم، ونلتقي في ندوات أخرى.